خويا ملي راني هنايا حسب على 40 عام وانا هنا والزياده فهمت، كنت خدم الزورني وتير هذاك الزورني وجيت النعناع صحه ناقصه شويه قلت لهم النعناع ولا نمشي ندور ورحنا عاد هنا ديك الساعه وحنا هنايا كان بيع النعناع القصبر ومعدوس والكرفس الليمون الحاره يو صافي الشيبه ولك دابا 20 اللي كانت في الاول ما بقاتش دابا حنا كنا نجيو من الصبره والصبره ديالنا كانت فيها الماء دابا الماء راه والو ولا نجيب الموبيلات ونجيب حاجه رخيصه ودابا راه كنشريو هنا وما كاين والو كندوروها سلي كنا دموها دابا النعناع كنجمو ليها عليها الصبره راه هي مسابقه بومه و قصبر ومعدنوس والكرفس كاين جوج ديال الناس اللي كيجيبوه واحد من بوعرق واحد من بركان راه كان شي 53 واحد اللي كان غير الصبرا النعناع ما بقاش وكنا نجي ندوه برا ندوه خا لكن دابا ما بقاش وا تدعو بزاف وراه غير تنقص عاد دابا راه تنقص دابا بحال النعناع دابا الناس كاع ما كنشتروش بزاف وانا مشتا حتى الربيع والو حتى ومن كي وصلت للشهور دابا ديال المشتا ما كنعاني بزاف هنايا بس السيف هو داك السيف هو كنخدمو شويه ما في المشتا ما كاين والو دابا السلعه كتبقى يوميا يوميا كتجي يوميا كتبقى دابا باش دير 150 لا تبيع 150 ترميها ولا تبيع 50 100 ترميها كلشي كلشي كترمى كان بوكالي تيجي نقول لك زعما راه كنجي نجيب الربع راه ما بقاش حنا كنسلكوها انايا ودابا كندير غير القانون دابا يلا كدير 50 50 عاونا كنديرو 300 400 500 حتى 1000 اللي كانت تبيع وتشري دابا لا دابا يلا دير 50 50 وتبقى لك واو كنجيو من برا قلت لكم ما كيهزيش واه ايوا اش غيدير السر اه انا يلا كنسربي ب 100 قلب 100 ودير الكرافس ومعدنوس على ثلاثه لا ما كان بوربع كان بوربع كان بوربع اش تربح اللي فيها غير ترميها كلشي مربح اختار تجيب 3000 اختار 4000 اختار ما تجيبهاش كاع دابا الاثمنه ديالو كان نشرو 70 فرانك ونبيعو بدرهم يقول لك الكراس والقصبر ومعدوس بحال بحال 70 فرانك بحال النعناع لا النعناع غالي شويه النعناع 5 دراهم جمله وا 4 دراهم 5 دراهم طالع النعناع وا السبب ديال النعناع هو الماء الماء ما كانش الصبره كانت يابسه ديك الساعه الساقيه خاويه كان يضطر يمولي عليوها كان يمشي حتى الوجده ولا اخر الصيف كان يدي حتى 8 درهم جبله القبله وكيبيعوا في الفرنك هنا وانا كنت مريض الصيف ما خدمتش كنطلبوا ربي العالمين يعطينا الشتاء ونكونوا مزيانين يكون الخير ونكونوا مزيانين وصافي وندعوا زين ان شاء الله الشيء اللي نطلبوه بالنسبه للمكان يعني مرتاح؟ لا المكان مرتاح الحمد لله لا شفت الشتاء لا والو انا مخير كاع صدعني حد ما والو مخير كاع اللهم لك الحمد البلاصه ديالي اللي راني فيها كنشوف الحوته عامه ديما راني تما راه يعرفوني كاع الناس مرحبا بكم في اي وقت بغيتو عندكم ولا ما عندكمش دنيا هانيه تعاملوا معكم مرحبا بكم.